جولة في الصحف الرياضية صدر اليوم، نستهلها من الأحداث المغربية التي كتبت أن لكل مجتهد نصيب، ونصيب نهضة بركان هذه المرة كان التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الإنجاز غير المسبوق للفريق المغربي جاء على حساب بيراميديس المصري، وكان ثمرة لسنوات من العمل والاجتهاد تكتب صحيفة. يومية الصباح عنونت بروتوكول جديد للبطولة المغربية الموسم المقبل، وفي التفاصيل نقرأ أن الجامعة الملكية لكرة القدم ستعتمد بروتوكولا جديدا ينص على إجراء تحليلات كل أسبوعين وتحميل الفرق المسؤولية في احترام الإجراءات الوقائية وكذا مسؤولية الحجر الفندقي والتنقلات. دوليا، لقاءات الثلاثاء للجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وقضية تصويت الثقة ضد إدارة برشلونة استأثرت بنصيب الأسد من عناوين الصحف الرياضية. فيومية ماركا الإسبانية وصفت مواجهة فريق الريال لمونشن غلادباخ الألماني على أرضية ملعب الأخير بالنهائي الذي ستخوضه كتيبة زيدان، وهي التي أخفقت في اختبارها الأول من المنافسة قبل أسبوع أمام شاختار دونيستيك. وإلى كاتالونيا، يومية سبورت، لسان حال برشلونة توقفت عند مخرجات اجتماع مجلس إدارة النادي، وبينها رفض رئيس الأخير جوزيف ماريا بارتوميو الاستقالة، وكتبت بارتوميو يقاوم في إشارة إلى عدم خضوعه للضغوط التي تمارس عليه إداريا وإعلاميا بسبب الأزمة الكروية والمالية التي يعيشها البارسا. لا غازيتا ديلو سبورت في إيطاليا رصدت تعادل الميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف، وكتبت لقاء مليء بالتحولات في سان سيرو، روما عاد ثلاث مرات ليتعادل، الحكم كارثي وتقنية الفار أيضا. وإلى البرتغال، حيث صحيفة أبولا تطرقت للفوز الخامس على التوالي الذي حققه بنفيكا في الدوري المحلي. الانتصار الذي كان على حساب بيلينينسي في ختام مباراة الجولة الخامسة أكد الانطلاقة الجيدة للفريق في الدوري وعزز موقعه في الصدارة بفارق خمس نقاط عن بورتو وسبورتينغ لشبونة.